الاثنين اللي بدأنا نقوهم عشان يخلوهم مشكلة سياسية. وبعدين في اربع واحد. في واحد فينا حط جاز على نفسه كان بيولع في نفسه. فالمهم ايه؟ يعني انت واحد بيولع في نفسه يعني مسكوا. لا قعدوا يضربوا فيه. فانا ده سبب الصبت انا. ان انا نمت عليه. كلنا قعدوا احنا كلنا بندفع. انا التلاتة نمنا عليه وقعدوا يضربوا فينا. هو دلع الجاز على نفسه خلاص يولع في نفسه. ده بعد ما بدأ الضرب بين لما شاف الظلم بعينيه احنا جايين نقول الجيش جاي بيحمي منشأة تضربنا عشان خاطر مستثمر اجنبي مهما كان ايه هو مهما كان مين هو احنا اصحاب حق احنا بنطالب بحقوقنا بكل ادب بكل احترام محدش سمع عننا طلعنا وقفنا طريق بره ولا رحنا عملنا شغف في اي حاجه وعيادنا من غير الناس اللي احنا وعيادنا احنا وعصرنا ما خدناهوش ولا لعبنا ثوره جبنا عرب تضربنا مع العلم ان احنا في خمسه احنا واقفين يوم 22 يناير 2011 احنا كنا واقفين يوم 22 يناير 2011 بتاعت قبل الثوره بتاعت ايام كنا واقفين وعاملين هنا اعتصام قامت ثوره 25 يناير نسينا الاعتصام خالص نسينا مطالبنا وقلنا نقف احنا نحمي منشاتنا هو اللي كان شايف ده بعينيه وجا بعد الثوره عمل لنا حفله في حديقه مبارك ومصر كلها تشهد بالحفله ديت وقعد في التلفزيون ونزل نظف مع الناس وقال لك انا رجاله الزلزل هي اللي حامل شركتي فين رجاله الزلزل فين اللي انت بتقول عليهم اخواتك دول بيتضربوا يجيب لنا ناس عشان يضربونا تجيب الجيش بتاع بلدنا عشان يضربنا فين انا التفويض فين التفويض اللي احنا فوضناه للجيش دوت لا هو التفويض دلوقتي قوات الجيش قوات السيسي اللي نزلت ضرب ايوه قوات الفين اللي عندنا المحكمه دلوقتي ضاربين محامي عشان ده عشان يخش المحكمه واحنا بنعمل دلوقتي الدوت مقطعين وشه ومبهدلين محامي محترم يا اخي لا خالص قال له ولا هينفعني اهلك ولا اي حد ومعورين البلد فين التفويض فين الجيش اللي هو بيحمينا احنا مش هنتكلم على القضايا زي احنا بنتكلم على حقوقنا بس كم واحد موجود عليه من اصحاب قوات الثقل اثنين زمان اثنين زمان 12 واحد في 12 واحد معمول لهم ضبط واحضار بدون اي لا دلوقتي 12 واحد معمول لهم ضبط واحضار بدون اي ذنب لكن احنا قدام دلوقتي احنا الوقت اللي هيحصل معانا كالاتي هنطلع محضر هنروح اسمع الله هنحرر محضر من هناك بالواقعه ونثبت حقنا وبعد كده نطلع مستشفى العام هنعمل تقرير طبي وبعد المفاوضات بعد التنازل عن المحاضر اللي اتعملت ضدنا والضبط والاحضار اللي هو عامله ده ويتلغى الشيخ عمرو عبد الرؤوف والناس اللي استخدوا يرجعوا الاثنين اللي اتاخدوا في الاسم دلوقتي يرجعوا والمطالب بتاعتنا تتحقق ومرتب شهر 7 بمستحقاته يتصرف ينزل وكل مطالبنا اللي احنا بننادي بيها من ساعه الثوره من 2011 لغايه دلوقتي مش عارفين ناخدها بس انا كل اللي انا بقوله ان انا دلوقتي هروح اسمع تقى حرر محضر انت متهم في مين بالظبط بشخص اللي هو شمس لان هو كان متحرك في هو اللي كان واقف واللي احنا بنتضرب هو اللي ادى امر للقوات بتاعته اللي احنا نتضرب اللي هو شمس انا عمري ما هتهم عسكري مني ومنه وهو اللي ساكن في جلابه انا هتهم اكبر راس فيهم وكان هو واقف ساعتها اللي هو شمس وهتهم قائد الجيش بتاعت الميداني اللي هو مش متهاون معانا ومش عايز يجيب لنا حقوقنا وهقدم مذكره لمحافظ السويس اللي لسه مستني النهارده اللي هو واقف معانا في بينا حقوقنا لان رفيق الضو مستر رفيق الضو اتهم المحافظ اللي هيستلم النهارده قبل كده بالرشوه وبالخيانه ورجع تاني هو يا عم انا جمال فاروق من ضمن الناس اللي موقوفين عن العمل بسبب ان انا سالت مدير الموارد البشريه زمايلي موقوفين لي عن العمل حط اسمي في الكشف الممنوعين ووقفوني عن العمل وبعتوا لي انذار على بيتي هو من الجيش برضه ماشي ومنعونا من الدخول كذا مره مش مره الجيش كل شويه الجيش جاي رايح جاي طياره عندنا هنا هو فاضيين لنا هم ما عندهمش مشاكل غير احنا الشرطه هناك في اسم عتاقه مامور اسم عتاقه ما متعاطف مع المستثمر الجيش متعاطف مع المستثمر القيادات انا قابلت وزير الكرة عامل قبل كده كمال ابو عيسى ورحت له وفهمت كل المشاكل اللي عندنا وقال لي روح وهيبعت معانا بتوع المكتب العمل وهم وما وصلناش لحلول معاه ماشي والسكرتيره اتصلنا بيها مديره مكتب القوى العامله مدير مكتب الوزير مدام ناهد قالت كده بالنص كده قالت لنا انتوا بلطجيه في التليفون قالت لنا انتوا بلطجيه احنا
ولا بنخرب ولا بنكسر ولا بنحرق ولا بنسرق ولا بنضرب. احنا بنطالب بحقوقنا، كل اللي احنا عايزينه عايزين حقوقنا، مش عايزين اكتر من حقوقنا. احنا ما بنفتريش على حد وما بناخدش حاجه مش بتاعتنا، احنا عايزين شقانا وتعبنا. احنا كل يوم بيموت عمر الواحد فينا الافتراضي هنا مش هيكمل 10 سنين من السموم اللي احنا بنشمها.